على غير المعتاد لا تشهد قاعة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا اكتظاظا، والسبب تنظيم جديد أصبح يسير المصلحة أساسه الرقمنة. لازم تكون رقمنا. لو ميدسان جوزني نهار الاربعاء وشافي عليا عنده كاع صوالحي عنده اللي دونيتو ديريكت خرجوا لي كوردوني وين يسكن المنطقه التاريخ ومكان البلاد. حاله تنظمت بارابور افون سيتي ان بو انارشيك، وين دي فوا يجوز لك واحد تو فوا ما يحترمش الدور ويجوز قبلي. دونك بالك انا راني بيغ كو لوي، مي لا مانون سي ميو. باكر تري بيان، يعني ما خرجناش روحو لهنا ولا لهنا ولا لهنا. درنا الكواطنا ولا خر الدوسيي، يعني سويفي الطبيب هذه تبعته وهي سويفي في اسكا بريزون. سبيطال مصطفى راهو في الرقمنه في كل المخابر ولي سونتر دو راديولوجي 100%. المصالح الاستشفائيه كل النقاط الاستعجالات الطبيه الجراحيه 100%. المصالح الاستشفائيه رانا في طور نهايه الانستالاسيون تاع الرقمنه. الرقمنه راح تقضي على الاسراف بشكل فعال جدا. يقدر هذاك المريض من باب الخوف يروح يدير 3-4 سكانير بنفس الفوسفا، وهذا يعني اهدار لوقت المريض والطبيب من باب وجود هاد كاع هاد البيانات على مستوى البطاقه تاع المريض يكون اكثر فعاليه في اخذ وعنايه المريض صحيا عنده المستجدات ما يعاودش لي زيكزام. العديد من المصالح بالمستشفى اصبحت تعمل بنظام رقمي حديث يكفل التنسيق المحكم بين المريض والطبيب. درك لو تيوب كي يجينا ديجا من السيرفيس كو سوا لي زورجونس ولا لا بيدياتري ولا لا جينيكو يجي ديجا مسجل بالرقم ديالو، دونك حنايا ما نشوفوش المريض. التعيار دونك يندار في لي زوتومات، دونك نحطو ديريكتومون لو تيوب في لوتومات والريزولتا كي يخرج لي ترانسمي ديريكتومون لو ميدسان. دوكا نقدروا نقولوا رانا رايحين لزيرو بابيي. وضمانا لتكفل صحي امثل، مصلحه الاذن الانف والحنجره تدخل حيز الخدمة بعد انتهاء الأشغال بها وتجهيزها بأحدث الوسائل. صافي براتيكمون 30 سنة وأنا بديت هنايا كوم ايتيديون، دونك جي فو ليفوليسيون كيفاش هاد السيرفيس هذايا كبر. اي هاد لي زيرجونس لي نيتي تاع الاستعجالات صافي براتيكمون دي زاني وحنا نستناو فيها. لو سيرفيس او ار اس افيك توت لي كوموديتي، دونك اون بو بروندر اون شارج لو مالاد من ديبي لا فان. الرقمنة تلعب دورا محوريا في تعزيز نظام الرعاية الصحية والارتقاء بها الى تطلعات المريض والاسرة الطبية.